السلام، مرحبا بكم في فيديو جديدة. والفيديو الفيديو غتكون اف ا كو بمناسبة حلول السنة الجديدة. لا، ما بغيت السنة الجديدة، وانما هذا اف ا كو بمناسبة 27 ابوني في الاخر عدد خروج هذا الفيديو، باش ما يحصلش لكم راه ستاب القرصة مش دراسي فيها. وانا معاكم نبداو بالسؤال الاول، ولكن ديال طارق اللوزي. قال لك شنو اول حاجة بديتي في با بها؟ هو واحد الفيديو درتو 3 شهور هادي، وراكم واحد الاكستخي منو. نمشيو مع السؤال الثاني اللي كيقول من الياس المراني، اللي كيقول واش عزيزة عليك ماماك؟ شوف غنقول لك جوج حوايج. الا كنتي انت عزيزة عليك ماماك، انا عزيزة عليا. ولا كنتي انت ما عزيزة عليك، انا عزيزة عليا. نمشيو للسؤال الثالث ديال حسام الطائري، اللي هو واحد يوتيوبر كيعجبني و كنشجعو دايما. اللي قالك باش كتصور وبإنا لوجيسيال كدير المونتاج وبإنا وشكون عطاك الفكرة باش تبدا يوتيوب؟ حسام، أولا أنا كنصور بكاميرا راهي كتصور، يعني ما نقدرش نوريها لكم. وثاني حاجة اللوجيسيال ديال المونتاج انا كنستعمل فيديو باد، فيديو اديتور، اللي هو واحد اللوجيسيال واعر وزوين وغرافي. و شكون اللي عطاني الفكره نبدا يوتيوب؟ واحد النهار كنت كنفرج في سيموس دراجي وانا نقول مع راسي علاش ما نديرش انا في الشان نبدا نحط في فيديوهات، وصافي بدات هاد الفكرة. دي الفيديو ديالي راه سالات والاف اب الاخرى.